اخواني الكرام متابعين قناة تربية الغنم في اسبانيا، معكم عبد مولا كما ديما. تشكركم الاخوان على الجيم والتعليق، الله يجازيكم بخير، والتشجيع باش نعود ندير لكم قصة اللي دوزت في الطفولة ديالي، وكيفاش جيت هنا لاسبانيا، وكيفاش دبرت على الخدمة هنا، وكيفاش صوبت الوراق، بزاف ديال القصات ان شاء الله غادي نحكيهم لكم. وتنشكركم على التشجيع والدعم، الله يجازيكم بخير، وجيم والمشاركة ما شاء الله، الله يكبر بكم. وان شاء الله ملي غادي نكمل 100,000 ابوني ان شاء الله، راه غادي نديروا واحد الحفلة تحنا ان شاء الله، انا وباقيرا وحشور وماونكلي وزورو ان شاء الله، نجيب لهم هدايا ان شاء الله، نجيب لهم تانا ديك الكيكة ديالهم ان شاء الله. تلديك الساعة ملي غادي نكمل 100,000 ابوني، راه غادي نديروا ان شاء الله حفلة تحنا هنايا، وننشطوا مع بعضياتنا مع الغلب. غنعاود لكم ان شاء الله الاخوان واحد القصة في 1999. كنت انا داك في الداخله، كنت نطلع للداخله تنخدم بحري في الداخله، كنت يالله انا خدمت شي جوج لا صافره. دابا الداخله ماشي العام كامل هو فاتح الصيد ديال الاخطبوط ديال زيز، لا تيخدم، كان تيفتح القانون تاع الصيد في شهر 5 وشهر 11. شهر 5 تيكون ديك الساعه الصيف، تيكون البحر زاقي، شهر 11 تيكون شويه البحر طالع الريح، تيكون تعرفوا الريح والجو تبدل، موسم الشتاء وداكشي، تيكون البحر ديما هايل. انا كنت مشيت، كنت لا سافر دوزتها في شهر 11، كنت خدمت بحري في بلايه عبد الرحيم. ديك الساعه الناس راه يعرفوا بلايه عبد الرحيم راه فيها البحر واعر في الدخله، راه تمشي طالع ب 3 متر ولا 4 متر باش تمشي طالع في الباب، داك التهرس تهرس في البلايه، تتمجي دير تنقولوا لي حنا الموسطاج، هذيك الموجه تتمجي دايره الموسطاج كشكوشه، ولا شدات الفلوكه هذيك غادي تلوح في الارض وتهرست شتتها، واخا تكون عاطيها بالقمقم فلوكه غادي تزعوطها هذيك الموجه، غادي تزعوط الفلوكه، كلشي تقلب، كلشي يمشي بحاله. كان الله يستر كان القليب بزاف. انا كنت قبل خدمت في عريش في شهر 5، خدمت في التشيكا، خدمت بحري واحد السيد مده مع شي عشرات المرات اللي دخلت معاه البحر، ما عمري ما دخلت البحر. تندخل تعلمت، وليت نوقف في الفلوكه، نكب ندير السبيب، نلوح السنار، تعلمت واحد شويه، ولكن لا راه باقي خاصني ندير وقت. عاود لاصافره الجايه هبطت لبيت عبد الرحيم، خدمت مع واحد السيد ود البلاد، هو الاصل ديالو من القلعه، ود البلاد ديالنا تبارك الله، والطفوله التقاده ديالي حتى هو باقي صغير، كانوا خوتو عنده الفليك في 99، انا بحال عندي شي 18 سنه اللي عندي. وانا ندخل معاه بحري في بلايه ميو عبد الرحيم، في بلايه عبد الرحيم ما شاء الله. دابا هاد البلايه هادي راه مابقاش فيها التبحر، راه حيدوه خلاو غير بلايه 111 وعريش ولا سارقه وتشيكا هما اللي خلاو. وانا نخدم معاه تبارك الله بحري، خدمنا معاه داك لا سافرا، خدمت مزيان معاه، وداك الشيء اول مره تنخدم بحري 100%. بحري انا داخل من لا سافرا الاولى، داخل انا تنليستي، تنطعم الكراريش، نطعم الصنار، وداك الشيء تعلمت. ملي كنا تنكونوا جايين بنخرجوا من البحر، تندخل معاه تنشد الموتور، تمجي شاد الموتور انا يعطيني نسوق، حتى تنقربوا لعاد الخارجه ديال البحر، ديك الساعه هو اللي تيخرجها، ان علاش راه صعيب هذاك باش تدخل الفلوكه وتخرجها من الدخله ديال البحر، راه هذوك هي الواعره، اما الداخل ساهل تبقى هذه، ما كاينينش الموجات تيهرسوا تيديروا كشكوشه وتيهرسوا تيتفرقعوا، تيتفرقعوا في جناب البحر، هذاك هو اللي واعر، تيشدوك دوك الصحاب اللي تيهزوا الفلوكه هذوك هزدوز، تيطلعوا الرمله تيهزوها مساكن، تيكونوا 8 ولا 10، تيجيو ربعه القدام وربعه اللور، تيديروا واحد المعراض وتيهزوها، هما اللي تيبقاو شادين بك، تيهرس البحر، تيهرس الاول الثاني الثالث، ديك الساعه تيزقا واحد شويه، تيقول لك دفع تدفع تدخل تتسلت، كلي ما تيسلتش مزيان اللي خسر الموتور راه تيشدو داك النهار تيفرشو، تيصدق قالبو وقلب كلشي الله يستر، مادا ديال الناس ماتوا مساكن. وانا كنت خدمت معاه في شهر 11 العام الجاي، هي ديك في جيت 99، وانا نطلع كنت خدمت مع واحد السيد سميتو رشيد لاصافره الجايه، واحد الدري رشيد مولاد بونعي الله يذكره بخير، تا هو خدمت معاه لاصافره مع شي 20 يوم. عقب
حبست معاه وانا نطلع للداخله، كنت بغا نهبط البلي من الليل. ملي طلعت للداخله قال لي واحد الدري تيخدم تما ود البلاد، تيخدم تا هو بحري في الداخله، قال لي بقى هنايا راه كاينه السلعه محركه، راه داير زيز هنايا. كنت انا ديك الساعه خدمت درت شي 120 الف مع داك السيد رشيد مولد بنيه، درت معاه شي 120 الف في الباي مزيانه شي مده ديال 20 يوم، وقلت نمشي للداخل البلي من الليل. ملي تلاقيت بهذاك السيد تمايا قال لي راه هاد مولا، قال لي واش تريس واش طرايس يا طرايس، روح السيد تقلب على رايس خاص ورايس للفلوقه. قلت ليه رايس انا عمري ما تريس، ويلا خدام مر مع شي 20 يوم في العام اللي فات ديال 2011 شهر 5، وانا نقول انا داك البحر ديال لاسارقه راه ساهل، ما فيش هذاك التهراس بحال بلايط عبد الرحيم وعرايش وتشيكا، واد كاين جناب الداخله واد ديال البحر، ولكن راه ماشي واد عادي، راه واد بحر راه كبير. من هنا كما تعرفوا الداخله راه كاينه دخله، ومن هاد الجهه كاينه واحد تصب الاخوان ندور التليفون اللي يسرد يمكن غتجيكم الضباره. قال لي واش تريس، قلت لي نتريس على مولانا، قلت لي راه خوك راه ناضي ما تخممش. مشى قال لهذاك السيد، وذاك السيد هو مفقي مصالح، كان هو في الطاليان وهبط للمغرب وشرا واحد جوج فليك دارهم في الداخل، واحد جوج فليك شراهم وداكشي مبقاش يمشي للطاليان، هو عمرو ما داخل البحر هاد مولاه، تيدخلش البحر تيغسلهم وداكشي من الزبل ديال الحوت وداكشي، ملي تيخرجوا من البحر تيغسلهم هو اللي مقابلهم تيغسلهم، ولكن هو عمرو ما داخل البحر هاد مولاه. داني العدو لقاني فيه واحد القهوه، قال لي السلام، قال لي خويا واش تشدي، وانا عندي 18، قال لي واش تريس ليا في الفلوكه، قلت ليه ما تخممش خوك رايس ناضي مدوز بلايط عبد الرحيم مدوز شيكا ما تخممش. انا راه تنزعم الاخوه راه مثلا ما عنديش انا ديك نتراجع ولا ممنوع صافي. قال لي واش عندك البحري، قلت ليه البحري غادي ندبروا عليه. مشيت تنقلب على بحري، سط واحد البحري عمرو تا هو يمكن داخل البحر، داخل شي يومين باقي تا الوقفه ما تيوقفهاش، وانا انا اكثر منه. جاب وراني هذاك السيد فين كاين الماتيريال ديال الفلوكه في جناب في لا سارقه، ماشي لا سارقه كان ديك الساعه لا سارقه تنعقمو من جيت الواد، ماشي تنعقمو كيما دابا لا سارقه، راكم عارفين دابا فين كاين ليني فليك اللي كان قبل، كان هاجي في الواد تخرجوا من الواد، كما تيخرجوا مالين الشامبرير وداك الشيء تدوز من تحت القنطره. قلت لي على مولانا وراني الماتيريال، قلت لي الصباح راه نتلاقاو مع الربعة ديال الصباح انا والبحري، تا هو درت معاه تلاقينا هودنا للبلايه جنب الواد ديال البحر، زقيت الموطور باقي عاقل على 15 كوادا، قال لي راه تك تك. قلت لي ما تخممش خوك تا هو ناضي، قلت لي ان شاء الله السلوع زايز ما كاين، وانا فرحان باغي نطريس اول مره، ويلا نبحر جوج بحيرات في شهر 11 وفي شهر 5 غير النص. قلت انا راه تشكادريت بلايط عبد الرحيم راه فيها البحر راه واعر، راه خوكم راه مشكادري راه يعرفوها البحري، مشكادري هي ناضي وبحري مخزز كما تيقولوا قديم، داك المخزز تصيب فيه الملح هنا في عيني تيضل في البحر وتيخرج فيه الملح هنا، وناضي واقف وتيكبب مزيان ويطعم مزيان ولحس النار وجبد زيز مزيان، هذاك راه تيقولوا لي مش كادري مخزز بحري ناضي. يا دي قال خوت، زقيت الموتور في الفلوك الله وركرفتو مزيان، ربطت القنبه فحل الخرصه بتلا لا تفكوا هذاك البولونات ما يطيرش لي يهبط، انا ربطتو زقيت لي التيو ديال ليسانس من الفيدو دوزتو، قلت البحري شوف كرارش دار كرارش لتمايا البطاقه واحد اللاطه نديرو فيها الماكله ديالنا، دفعوا بيا صحاب هزوز راه اواد هو ساهل ما تيهرس ما والو، ما ساهل هذاك الواد ديال الداخله، دفعوا بيا ومع شي ربع ونص ديال الليل الظلمه، وانا غادي مكسيري غادي بشويه مكسيري وحاضي الفليك، نبقى انا غادي تابع غير الفليك، انا ما عارف حتى فين غادي، راه تكل يلا بديت اول مره غادي داخل البحر في الليل وفلوكه، وعاطين السيد ماتريان وفلوكه، وانا كاع مع الرئيس مش كادري اول مره تندخل، حتى البحري باقي ما مش كادريش مزيان، وبقيت غادي بالفلوكه باش نبقى انا غادي مع الواد والخوت، بقيت غادي وبقيت بريه حتى فلوكه غادي، والله يستر وانا نخرج للجهه الاخرى ديك الديزل من اللي ماشي، بقيت غادي مع الواد واد باش ندخل للبحر الكبير ونمشي نلوح ونصيدو وداكشي، وخرجت في الارض
الله يستر كنت صافينا ملي والفلو المكسيره تا وقفت الفلوكه مشينا بجوج بحال هكا يفرانات طقت ليش هذا الشيء هذا كي لا راه ما ترى قصتي لارض ياك ما قلت لي رجعنا للارض ما تبع لي والو وليت نقفقف وترعت وليت مخلوع وليت نقول عاد داك نكونوا ضربنا خرجنا في شي جرف وداك الجرف تيكون صخر وتيجي ليه الموج وتيزديو قلت صافي عاد يجينا شي بحر يزدينا معاد معانا وياه لا انا لا البحري لا الباتريال لا والو عقب درت مارشارين اطراس رجعت الفلوكه واحد شويه ونعقب ندورها هو يبان لي الضو ديال الداخله وانا نسير على قود وغادي بالضو وعرفت انا بلا خرجنا حنا الديزا الاخرى خرجنا مع شي ربع ساعه ما بقاش عاقل شحال ديال الوقت يديروا بالفلوكه عندي باس والله ما ظلمية ما تبقى غادية ما الماكلة راه كاينة هنايا ها هي الخوت الماكلة راه كاينة هنا حشرها هو تياكل وهي غير غادية تتمشي ديك الحولية تدير سرب تتكون غادية تتبع الغلم كامل تقول راه كاين تما شي كاين تما شي حاجة شعير ولا شي حاجة هي تبقى غادية بالي 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 هي ديك الخوت وانا بقى جاي راجع تابع الضو ملي تبع الضو ما يبانو ليا الفليك ديك الساعه ثاني غادي مع الواد وانا عقب انا نتبع الفليك بقيت غادي تابع الفليك تابع الفليك وحنا ندوزو ما تحتك القنطره ديال لا سارقه راه الناس غادي يعرفوا البحر كاين واحد القنطره اللي تدوز من ديك من الداخله لواحد الديزه الاخرى داك الجزيره الاخرى دزنا من تحتها بقيت غادي غير تابعنا غير الفليك وحنا نعقب ندخلوا للبحر دخلنا للبحر تبارك الله صافي غادي ولكن انا هو داك البحري تيصحابني انا رئيس رئيس قديم ناضي انا راه صغير ما اول مره راه مغابر مع داك الدري ما عارفش حتى هو تلوقفه ما تيوقفاش ملي تنكسير ولا نقص تيمشي ويطيح بجوجنا مشينا يلا قلت لي يلا طاحم تاعنا قلت لي يلا جبد الكرارش جبد الصنار جبد الصنار بحكايا قلت لي جبد الطعمه تجبد الطعمه مريح قلت لي يلا دير الطعمه في الصنار وتنتشرج بحكا وتنتلفت زعما كي وسميتو واقف واحد الوقفه و... انا مزدمش هذا راه نتفاكرش شي حوايج دازوا ليا تما بدا وغادي انا تابع فليك وانا نمشي للغرب مشيت على الغرب ولكن ما بغاش نتبعد خفت نتبعد ولا شي حاجه ونستقم نتسكوح نتوضر حقاش راه ما يبقاش يبان لك الارض انا مشيت على هاد الجي غرب ومخلي الارض تبان ليا شويه لا دخلت للداخل ولا شي حاجه ما عرف فين هو الاتجاه فين هي القابله الهوك ولا لوك وصدق داخل انا فوند ولا بغا نخرج للداخل نخرج الفلوكة في العشية حاضي الأرض وحاضي الجبل لن نتسكوح نتلف لشي حاجة راه ما عارفش وغادي مع سيريان وغادي معايا السيدة ذكرتها وغادي معايا راه روح هذاك الله يستر البحر راه ما ساهلش الخوف ولكن أنا غامرت بها بادر واحد ديك الساعة كان خدام في الملحارة هو حاضر هادشي ولا عارف هادشي هذا بادر واحد كان شافنا واحد السيد سميتو حسن هو اللي شافني تريست مع داك السيد صافي وانا قلت ليه يلا لوح البواده كاينين 40 بيدو بيدو ديال الجيترو تنديرو فيه السبيب كل السبيب كل بيدو فيه 40 30 متر ديال السبيب 30 متر ديال السبيب والسبيب في الراس ديال السبيب دايرين فيه الصنار داك الصنار تلوحو متقلينو بواحد الجلدونات الكراشه ما تنشرح الاخوان اللي ما فاهمش مول البحريه راه غيعرفوا هادشي هذا الكراشه هي اللي فيها الصنار تلوحوها 40 بيدو تتلوح دابا بيدو هنا وتتمشي ب 4 متر وتتلوح ثاني بيدو نغادي شاد الموتور تنكسيريه هو تيلوح تيلوح وتيبغي يطيح وتيلوح تميل ليا الفلوكه وبحال المر تيدوز من هاد الجي وغادي انا صابر عليه انا راه رايس داير انا تنبغي تنتعلم مزيان وداكشي يلا بحر فيها جمرات ما طولش انا بزاف وانا نتريس وليت انا رايس ما سمع رايس ما كاين راي داك زيز غادي تلوح في داك البواده ودوك البواده ما طواش ما قاصوش الارض ولاو غاديين عايمين هازهم دافعهم البحر شي زاد القدام شي مشى اللور ويتشتوا ليا وقلت راه نجمعهم ونزيد فيهم الطول ملي بغا نجمعهم بغا نشدهم والله ما بغيت يشدوا ليا على الزبيد وما تيبغيش يتشد ليا تنبقى ندور بالفلوك ونكبر عليه الدور وتنقول واش تشد صاحبي هو تيديرها تيطماطا تيبغي يشد وتميل الفلوك على الله ما تقلبنا وليت تنقول مشكله قلت كحلت على السيد على مول الفلوكه صافي هاد الصنار كله غادي يتوضر هاد البواده حقاش هادوك البواده لا ما قاصوش النار تيبقاو غادي يدافع فيهم البرد غادي تزلعوا ليك ودابا 4 متر كل بيدو هنا وبيدو بعيد على خو ب 4 متر و40 متر و40 بيدو راه 160 متر ديال البعد
باش بعيد راه الا مشيت لذاك البيدو الاخر راه ما تيبانوش ليك الاخرين اللي لهات تيهبوا تيتودروا وكل البيدو راه ما عرف شحال طالع واش طالع ب 50 درهم ولا ما نعرف البيدو بصنارته بكراشته والله اعلم. الماتيريال راه داير فلوس راه ماتيريال وفلوكه وموتور داكشي راه جاي لواحد 4 مليون ولا ما نعرف اللي دايره ديك الساعه الرور راه رخيص تيدير غير 60000 70000 8000 واحد لقيتها راه كانوا تيقولوا غير 8000 96. اما دابا تبارك الله راه الفلوكه راه واصله ل 140 مليون ولا 120 مليون في الداخل 100 مليون بعدا كادي ما كاينش اللي يبيع عليك ولا في عريش فلوكه ديك الساعه كان دايره غير 6 مليون 7 مليون الفلوكه ماتيريالها بكل شيء ليها. وسبحان الله عقبت بقيت تنتخابط وديك التخابط اللي تنبقى نتجارى مع البواده تنبغي نشدو تيهرب ليا البيدو وداك الشيء خربقنا ديك الخدمه تنعقب نشدو بحال الغانج وبحال العصا طويله ودير فيها واحد الصناره بحال الخرصه تنطماطا تنشد البيدو تنلوحو لي في الفلوكه تنقول لي زيد فيه واحد 3 دورات تنقول لي زيد رخي منو واحد 3 دور ما يعرف يحل العقده تيعقب يعطيني انا فوت مدوز تنشدو هاكا تنحل لوح دوز شد البيدو الاخر لوح زيد سبحان الله وغادي يدي تطلق وتنوقف وديك الكواده تتنتن هي باقا مليحه هو راه جاي من طاليان شاري داك الشيء مليح تتكتك واحد الكواده الكواده خوتي هي الموتور 15 ياماها كان زوينه واقتصاديه هذيك الكواده حنا تقولوا لها الكواده هذيك كانت الساعه مع المسلسل ديال ديك الكواده لوبي وداك الشيء كانوا تسماه عليها الموتور سماه على ديك الكواده تيقولوا الكواده لوبي راه مليحه تتنتن تدير رجل مليون يا ديك الخوت بقيت تنجمع تنشد دوك البواده تلوح فيهم عاد واحد تنفوتو تنسرشد الاخر باش ما يتودرش ليا تنخلي واحد تنقول تنضرب الدورون نبدا نزيد في دوك البواده الطول باش يقيسوا الارض الصنار يبقاو في الارض ديك الساعه الزيت تيجي تيشد الصناره تنديروا فيها رجل ديال الدجاجه الطعمه راه هي رجل ديال الدجاج دايرينه ولايحين بقينا تندور عليهم مع شي 3 سوايع وانا تنتخابط مع هذوك البواده ما تنعرفش صافي ما يعقبوا كاين اللي طولناه كثار ولا عايم بزاف هابط في الارض والبيدو تيديرها تيمشي ويجي والصناره لاصقه في الارض خاصو يبقى يزيد شويه داك الصنار خاصك ما تجيبو لاصق مهزوز على الارض شوي تيبقى البحر يزيد ويحق لهم ديك البلاصه يزيد ويحق لهم البيدو تيهز والصناره تتهز تتبعد من ديك البلاصه وتتزيد باش تبقى تقلب هذيك الصناره على الحوت. وانا راه بواحد المره طولتو بزاف ولا هو مهزوز والصناره محطوط على خاطره ما غادي تزيدش من بلاصه حقاش السبيب طويل تنفهم الاخوان راه حقاش متبعين نساء ورجال تبارك الله تنشكركم الاخوان على المتابعه وعلى التشجيع ويا ديك الخوت وانا ملي طولتهم وليت صافي وليت ديك الساعه ما بقاش عندي المشاكل باش يتوضروا ليا وليت تندور عليهم اللي سطو طويل بزاف تنقص منه ولا اللي سطو خاصو وليت شويه تنشد البواده حقاش هدي تنسوقو بالليسر حقاش هدي وليت شويه تندور هدي وتندور فلوكه وداك الشيء وليت شويه تنشد البواده وتلوح صاحبي قلت لي تعزقا انا غندير كل شيء صافي راه زعما كاين وداك السيد راه كبير عليا الله يذكره بخير السي رشيد الضعيف راه كان ديك الساعه اول مره بحر معايا انا رشيد الضعيف هي هذيك الخوت بقيت تنجبد البواده وداك الشيء تنزيد فيهم ونريق لهم والحمد لله ولكن راني حاضي مزيان الجرف حاضي الجبال وداك الشيء ندخل داخل فوندو نتوضر ما نعرفش نخرج راه ما نعرفش نخرج 100% انا عارف راسي هذاك الدري ما عارفنيش بلا انا ما عارفش رشيد حتى لدابا باش قلت لي هو راه غادي يصحابني عار انا راه ما عارفش اول مره تندخل الداخله ماشي دخلت بحري دخلت ليها رايس عمري ما دخلت في الداخله بحرت فيها كنبحر في عريش وفي بلايط عبد الرحيم وتشيكا هي راه الخوت راه ماشي الداخله اللي تيخدموا فيها غير زيز راه كاينين فيلاجات خارجين على الداخله ب 70 كيلومتر عريش بعيده على الداخله ب 70 كيلومتر وتشيكا راه مع 130 كيلومتر جيت طريق ديال موريتانيا راه تشد الطريق ديال موريتانيا نفهم الاخوان ماشي غير الداخله بالضبط فين تيصيدوا راه كاينين 4 البلايص فين تيصيدوا كاينه بلايط 111 وعريش ولا سارقه الداخله وتشيكا 4 البلايص فين كاينين الفليك فين تيصيدوا قال لي دابا تيصحاب غير الداخله لا انا كنت بحر في الاخرين والداخله مدينه ما كش بحر فيها مشيت دخلت ليها رايس هي هذيك الخوت انا لحت هذوك وبقينا سبحان الله العظيم شويه ويبداو البواده تيبشروا شنو هي الاخوان البشره
هي ملي تيصيد البيدو السناره تيشد زيز تيشد في هذاك الخطوبه تيشد ديك السناره البيدو تيعود يغبط تيبان لك تدوز من فوق الموجه تيغبط صافي تنقول ها هو هذا باشر على مولانا هذا راه مصيد على مولانا تمشي بغا يشدو قلت لي زقز زقز ما تشدو ما والو خاف البرد غدي يدينا في القريص ونجبد راسي ونسغدي ومداك بالك نطلع في الزايد قلت لي تعالي استيريا الاستيريا الخوت يكبب يكبب السبيب في ذاك البيدو ملي نلوح ليه البيدو ويبدا يكبب وانا تنجبد وشاد الموطور وكيفاش نشد الموطور واحد المره درت نشدو انا بوج الفلوقه غادي دافع على البحر خاص ماشي الفلوكه يكون دافع على البحر ملي تشد البيدو خاص تكون عاطيها بالقمقم باش الفلوكه تبقى واقفه لا رجعت اللور تتعقب تكسير واحد شويه ثاني باش السبيب يتم جاي نيشان طالع نيشان انا بواحد المره الفلوكه تدور ليا تلقى غادي والسبيب جاي هاز الماء وديك زيز هاز الماء راه غادي تهرب ليك وتلقى معاها بقيت معاها تتعلمت واحد شويه صافي وليت تنطلع السبيب طالع نيشان وفلوكه مستقامه مقاده مع الموجه ولا بغات ترجع اللور ولا بغات الدور تنزيد نكسيري فيها شويه تبقى مقوده ليا مع البحر والحمد لله بقيت تنطلع في زيز تنشدو هذه زيت تحرق ليا هذه تيفلت ليا هذا مشاو ليا مع شي ربعه البواد اللي تفضلوا ليا عقبنا طلعنا تبارك الله مع شي 20 كيلو اللي جبتنا انا وياه وكانت السلعه قليله ديك الساعه ماشي كثيره في ديك البلاصه قلت راه نحولوا ثاني الصنار من هنا نبير قلت راه نحولوا نتحولوا نمشيو شي بلاصه اخرى شي تولوت ساعه ولا نص ساعه نهزوا الصنار ونسير واحد تولوت ساعه ديال الطريق في البحر ونلوحو ثاني صافي يلا قلت يلا جمع على مولانا بدا هاك تو تي 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 كبب وانا تنبيري تنجبد السبيب تنجبد من البحر هاك تنجبد هو تي شد البيدو تقول لوح زيد هاك لوح زيد دور شد البيدو لوح زيد هاك هو تي كبب وانا تنطلع في السبيب جمعناه قلت لي قال لي فين غادي نمشيو قلت لي غادي نطلعوا على شويه فوندو ولد داخل الغرب وغادي طالعين فوندو ولكن مره تنطلع على الجرف على الجبال باش يبقى يبانوا لي لا تودروا ليك راه مشكل ولا تودروا ليكم ما مشتش الارض راه تولي ها الماء والسماء تتشوف لهاد الجهه اليمين على اليسار والله ما تعرف فين هي الداخله ما تعرفش فين كاينه الارض والله يسر تقدر تدخل داخل ويتم لك ليسانس وتما ما بقيت راه شحال واحد مسكين ما خرجش من البحر راه اليومين هذا راه يمكن دابا راه يومين هذا راه كاين اللي ما خرجش كاع دابا راه شي بعضين يمكن راه سامعنا راه داخلين البحر جايين حارقه راه مع 12 يوم هادي ما خرجوش من البحر الله يستر راه مشكل البحر راه صعيب راه البحر راه بحر البحر تيقولك هذا الخدمه راه بحر شحال خاصك لها باش تعلم وراه داك راه بحر راه بحر راه تبارك الله راه اكثر من الكره الارضيه راه فلوكه راه شبر راه والو فلوكه فوق ظهره راه حتى حاجه راه ربي اللي ساتر راه ها صافي بنادم راه مشى الله يسر وصافي داك الموطور كاع ما تعول عليه راه خسر لك راه يجرق الريح يدخلك فوندو لداخل ويا ديك الخوت بقيت غادي باش نبدلو ديك البلاصه قلت لي يلاه وانا نشوف واحد الفلوكه وانا سير عاد بغا نطراكي عليها بغا نقرب ليهم وبغا نبين راسي انا راني رايس وتيشوف يا صغير هذاك السيد بقيت عندو غادي بغيت ونزدي الفلوكه ديالي مع الفلوكه ونهضروا معاه كاين شي سلوع كاين شي كوا شي سلعه هنا في البلاصه في الله انا نقول راه شي تشت على ما زد يديه مع ديك الفلوكه انا نقول ما تعرفش تعطي حق على ركابي والوقفه ما قالش يوقفها مزيان في الفلوكه عقب شد البحري ديال هذاك الفلوكه ديالي وانا كنت غادي مجهد ماشي بشويه نقص باش تزاد مزيان معاها بشويه كنت غادي ما تنعرفش طراكيت عليه السلام كيدير بخير قلت لي كاين شي سلوع قال لي بركه ويا انت قلت لي راه عندي يمكن شي 20 كيلو راه في الخيشه ديك الزقيبه حنا تنعيطوا لها الخيشه تنعيطوا لها في الداخله الزقيبه ديك الخيشه الزرقاء ديال القمح ديال الشعير تنزرف في الهضره باش ما نطولش عليكم الفيديو والخوتيه هذه قال لي راه يمكن سير واحد شويه اللي يطلع فوق الراس ديالي ولوح ومشيت نيت فوق شديت على الصنار ديالو من الجهه الاخرى وانت انا بديت نلوح في دوك البادات تلوح صافي حنا ما صيدنا حتى حاجه قلت راه شي جمعنا ثاني وانا نسير على قود شرقي غادي وهي تودر ليا الارض ما بقاش تبان ليا الارض تلفتها وتا ديك الفلوكه بعدت عليها ما بقاش تبان ليا صافي وليت نتلفت لهاد الجهه قلت لي راه شي حتى فين هي الارض فين هي الارض البر وقال لي ما عرفت قلت لي واش قربنا ياه قربنا الارض
انا مبينش لي راه تلف نار ما عاقش بيا تهضر. قال لي يا معرس بقيت غادي نحنا الصنار، قلت له الله وعسى لقانا هنا اللي يكونوا جايين شي فليك وداك الشيء، ونجمع الصنار ونتبعهم، يبغى يخرجوا من الداخل، يبغى يخرجوا يخرجوا فلوك ويخرجوا السلعه ونتبعهم ونصير نخرج معاهم. وبقيت بقيت ما عرفت اتل حتى العصر، بقات حلا ليا لا صيد لا والو. وجاب الله واحد الفلوكه بانت يا راه دايزه دايزه، وانا نعقب قلت لي جمع جمعنا داك الشيء صافي، وانا نتبع هذيك الفلوكه تبعتها. بقيت غادي تابعة حتى الحمد لله تبان لي بانت لي الارض وبان لي الفليك راهم غادي تيمشيو للداخل تيخرجوا السلعه وداك الشيء تيغول. خرجنا مع شي 6 ديال العشيه، راه كاين الطريق ضربنا مارشي شي ساعتين باش رجعنا للارض، هذه ساعتين غادي بالفلوكه باش نسيرو نخرجوا من البحر. الله يستر احفظ الله وصافي. هي هذه كنا نعقب نخرجها، وتبارك الله شحال خرجت من كيلو، باقي عاق 46 كيلو اللي خرجتها. وهذوك اللي كانوا تا هما خارجين شي وحدين خارجين كنت نعرفهم جابوا غير 26 كيلو، وانا تبارك الله جيت 46 كيلو. اللي جت جاتنا ديك في الطايه ديك جات لهذاك الدري رشيد جاتو 6000 في نهار واحد، جاتو معايا 6000 وانا راه جاتني كوك شي 10000 حقاش الريس تيشد باي وربع، والبحري تيشد معرت باي ماشي ما هذاك هو شد 6000. مشى قال داك مول الفلوكه عطيها ليا يمكن خاصينو وعطاها لي في القهوه. الغد لي تاني خرجنا تبارك الله، وداك الشيء قالوا لي هذوك الدراري مشيو معاك واحد جوج فليك، قالوا لي نمشيو نترافقوا معاك، مشيو لهذيك البلاصه فين صيدتي حتى والله ما عاقل عليا انايا. قلت لهم يلا على مولانا، وليت منوي لاحقوا بيا ما تنعرفش الطريات صافي. قلت لهم ما زيدوا على مولانا، وسبحان الله وكنا غاديين مع داك الصباح، ولكن ما بقاش تنتيق باش نسير نخرج فلوكه في الجهه الاخرى. وليت حادي مزيان الا مشيت تبع شي فلوكه مع داك الواد ما تنفرقش عليها، راه تنبقى غادي لاصق فيها قريب ليها، ما يتوضروش هي الفليك باش ما نمشيش ديك الجهه الاخرى ثاني الظلمه نسير نخرج ليها. راه الظلمه الخوت راه واحد المره الفليك راه تيتزادوا تيتصالحوا تيديروا اكسيدي انت. ايوا عقب بقاو غادي متابعيني، وانا عقب نتلف ليهم تلفت ليهم وصافي، وما يعقب مشاو عليا وما وانا مشيت ثاني هذيك البلاصه قريبه للارض، وعدت نصيدها قريب للارض ما تندخلش لداخل الغرق باش ما نتوضرش لحاجه الله يستر، وتنخرج قبل ما تطيح الشمس اللي خسر ليا الموطور ولا شي حاجه طاحت الظلمه. راه تما بقيت في البحر انا وداك الدري الذي باعته صافي. تنخرج بكري تنخرج مع ديك الخمسه هكاك من البحر، وتيجيب الله تيسير 5000 6000 4000. واحد النهار عقب داك الدري رشيد ما بقاش بحر معايا، جا واحد الدري اخر خرج معايا حتى هو داك الدري. داك النهار خرج معايا، وكان ديك الساعه الريح بزاف الريح بحال الجد. خرجنا غاديين مشينو حنا نصيبو الخر داك الواد، ملي تخرج من الواد تدزنا من تحت القنطرة، ملي تبغي تخرج من داك الواد باش تدخل البحر عرفتي تبارك الله راسنا داك واحد البحر عرفتو قداش فلا سيرقة، راه والله ما دازت شي فلوكة غير ما دير الفليك بحر رهيش، وتيدير تيهرس شي بعدين بغا يدوزو عندهم لايحين الشباك لداخل خاصهم يدخلو يجبدو داك الشباك اللي في وسط البحر اللي يمشي ليهم ولا شي حاجه، والغد اللي يدخل يمشي واحد يخونو ليهم هذوك باغيين يدوزو بزز، وراه واعر ما يخليكش هذاك البحر دوز تيهرس الواد البحر راه قدو قداش. ويقول لي هذاك الدار السي محمد كان سميتو السي محمد وزيدوه. وقلت له صاحبي مين بغا ندوزو هذاك، قال لي راه واقع يا راه ما ندوزوش اصاحبي، قال لي راه بحر راه خطير عرفتي راه تمشي تيهز تيعلى وتيدير با وسط داك الواد وعير ما تدير فليك واقفين. قلت يا صاحبي والله ترجعوا تي صافي انا غادي نرجعوا صافي. حنا نرجعوا جايين راجعين دزنا من تحت القنطره، بقينا جايين راجعين باش نخرجوا مع داك الصباح، نخرجوا كاع علينا ما ندخلوش البحر مع داك الواد جايين عرفتي. والله الله ما تزاديت مع واحد الفلوكه، ها جاب الله داك الدري الصحيح قال عندك واحد الفلوكه جايه تا هي باغا تدخل باش تدخل للبحر، وانا غادي خارج مع داك الصباح تيكونوا جايين داخلين الفليك للبحر، وانا غادي خارج ما نخرج من الواد نسير نرد الفلوكه فين كانت بلاصتها. الله ما تزايدين عاقب دورنا داز لي الفلوكه من حدي واو يا ربي السلامه يا وانا لقيت نمشي نخرجها، ما صناش هذوك صحاب هزدوز اللي تيهزوا لك الفلوكه تيقول لهم هزدوز تيهزوا لك الفلوكه وتيطلعوا الرمله ما صناهمش. هذاك السي محمد قال لي صافي انا غادي نمشي قال لي هذا النهار خايب هذا مشى، وانا ما بغاش وداك الماتيريال كي غادي ندير ريه والفلوكه والموطور هذاك الشيء. عقب شديت داك الباندو طويل ديال واحد الفاس، داك الفاس تسلحوه في البحر
الا خسرت لك الفلوكه الموتور ولا شي حاجه تتلوح حل الفاس هو بحال فاس تتلوح وسط البحر وتتربط القنبه في الفلوكه وتتلوح وتتفرانا الفلوكه تقول بحال فرانامان شديت داك الباند وحليته مزيان ربطت في الفلوكه خليت الفاس في الفلوكه ربطت في الراس ديال الفلوكه ومشيت طلعت لعند الفليك الفوق اللي في الارض اللي باقي ما خارجينش ربطت فيه نتا هما داك الباندو باش الفلوكه ما يجراش البحر يدخل الله يسترط يدخل لداخل الواد ربطتها مزيان بقات هي ما نقولش انا نهز بوحدي نخرجها من 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 جناب الواد وهزيت داك الموتور هزيت الصنار كلشي مشيت ديتو لواحد البيت كان عاطيني السير يخلي الماتيريال خليتو ليه لتم صافي عقب مشيت طلعت للدار مشيت بدات عليا حوايجي حيت عليا الدبش وداك الشيء جيت مع وقيت 11 ما نطلع على الفلوكه سطحه عامره بالماء داك الواد عقب طلع وبقى تيجر فيها الماء وداك الشيء وتقلبات وعمرت بالرمله وبالماء وليزة ولات عامره وانا مشيت عقب عطيته الساروت قلت لي اخويا راه صنا داك البقايا الدنيا هانيه قال لي غدا على مولانا قلت لي راه غنشوفوا الريح ويتسمع بالله راه كاين الحوت في الغراف الغراف تيدخل الغراف ماشي الصنار كان بدات السلعه تدخل الغراف زيت الغراف وقياش كاين نجيب لك الماتيريال ديال الغراف عرفت يكون جاب لي الغراف ودخله والله دخلته لا غراف لا رباح لا راس المال عمري انا ما حرشيت حتى البحر قلت لي لا صاحبي قلت لي المنزله راه ماشي ديال الغراف ملتم فديك العشيه عقب قلت له ودي صافي الله يسهل عليك انا غادي نهبط البلي ملال قلت لي صافي دبر على شي رايس قال لي ماشي مسكين والله هذاك السيد والله ما تحاسبت معاه وشديت معدو الخلاص حقاش انا كنت رابح عاودوا بالله مشطر راجين الشهر راه تيهرنط اسمحوا لي راه تنزرب بزاف راه الوقت راه وصل ما عرف نص ساعه الفيديو راه طويل هذا القصه يا ديك الخوت عقب تصيفط معاه قال لي تنغدا ونتحاسبوا انا كنت انا ديك الساعه عندي مع شي 120 الف داير في البحر هذيك الترياس اللي دير 4 ايام ولا ما نعرف هاك دايرها وصافي غندخل نتعلم فيها وني تعلمت فيها مزيان بزاف ديال الحوايج وليت تنعرف ديك الكومبا الباوصال على الاتجاه نمشي ونخرج صافي عقب تهودت انا البلي من الخوت وهي هذيك الخوت هذه هي القصه فينا فين كملات ملي هودت عقب ما بقيتش طلعت كاع للداخله اللي حتى طلعت لاسبانيا في 2001 سال عليا الله دفعت واحد الكونترا وانا نجي لهنا لاسبانيا في 2001 قريب نكمل 20 عام بقات لي شي 6 اشهر ونكمل 20 عام طلعت لنا اسبانيا لها 19 سنه و 6 اشهر اللي باقي 2001 في شهر 4 وانا زيد في 81 في شهر 7 ويا ديك الخوت خلينا هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه راه عدتو بحال وليداتي دابا نتوما انا دابا راه هو السارح تيعاود لولادو كان الوالد مسكين الله يذكره بخير تيعاود لينا ملي كان راعي الغلام وعزيز عليا بقى يعاود ليا على الكلبات تنوض الرناب وكات يبقى دابا راه نذكر انا داكشي اللي كان تيعاود لينا الوالد والله يعاونكم الخوت نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله الغلام راه غادي تبارك الله نوريكم البحري الرئيس عبد المولى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.